العرض الشيق اللي قدموه النهارده فريق كورال سان كيرل عباره عن احياء للتراث القبطي القديم، الالحان القبطيه الجميله الجذابه الشيقه اللي بنقولها في اعياد الميلاد والغطاس والصوم الكبير وعيد القيامه. كل هذه الالحان بنقولها وبنعيشها في المناسبات بتاعتها، والنهاردة فريق الكورال كان بيأديها بروحانية وبسمو، وكانت مصحوبة بقراءات من الكتاب المقدس بتخدم الحدث نفسه، عيشتنا في جو روحاني جميل كأننا رحنا رحلة مع السيد المسيح في حياته على الأرض. مفيش أجمل من اللحن القبطي لأنه بيدخلنا في عمق الشركة مع المسيح. بنهنئ كورال سان كيرل وبنحيي الدكتور ميشيل حنين مدبر هذا المشروع الجميل، واحنا تمتعنا جدا جدا النهارده بالاداء وبالنغم الجميل وبالمزيكا وبالالحان الشيقه الجميله. دايما شبابنا يعملوا انشطه حلوه
ويمتعون بإنتاجهم الفني الجميل. وما أحسن أن يسكن الإخوة معا ويتعاملوا مع بعض ويباتوا مع بعض ويعملوا عمل جماعي مع بعض. لغات مختلفة تجمعهم لغتنا الحلوة المصرية والدم الخفيف ومن كل البلاد، يعني من هولندا ومن فرنسا من إنجلترا، وكمان معانا إخواتنا الأقباط اللي من السودان. فنحس كده انه الكنيسة القبطية بشرت في كل أرجان العالم. فنتمنى ان ربنا يبارك بصلوات قداسة البابا. وطبعا يعني المرة دي كمان لازم اشكر نيافة الأنبا أرساني لانه عملوا مجهود كبير جدا عشان يستقبلوا العدد الكبير دوت والموسيقيين بعيد القيامة في أمستردام وفي هولندا وبروشيت نيافة الأنبا أرساني الحبيب. معنا كوير سانت كيرل بيتكون من شباب وشابات من إنجلترا وفرنسا وهولندا، وأنبا أرساني ليه الشكر فتح لنا بروشيت وعشان نتمرن ونحضر نفسنا للكونسرت ده. الكونسرت ده اسمه Anointed Servant اللي هو خادم الخلاص اللي هو رب يسوع، وبيتكون من two parts حوالين حياة المسيح للمجد من أول تجسده لغاية قيامته وصعوده للسماء. الكوار بتاع سنت كيرل في هولندا هنا بيتكون من 170 شاب وشابة. معانا also سانت كيرل أوركسترا بتتكون برضو من عازفين بعضهم محترفين بعضهم هواة من بلاد أوروبا وبعضهم من مصر أيضا، وكلنا مجتمعين مع بعض بنحتفل بقيامة الرب يسوع بألحان الكنيسة القبطية الجميلة ومقتطفات من الإنجيل المقدس عن حياته على الأرض. احنا بنبعت رسالة لأهلنا وشعبنا في مصر وعلى رأسهم سيدنا المحبوب البابا تواضروس اللي بارك الكونسرت زي ده بالضبط السنة اللي فاتت في ميلانو بحضوره شخصيا. بنقول يا سيدنا كان نفسنا تكون معنا، وبنفرح قوي بقوتك وبحضورك معنا، ولكن احنا عارفين مشغولياتك. ونبعت الرسالة دي لأبائنا الأسقفة والكهنة وإخواتنا الشمامسة والشبان في مصر كلها، نقول لهم نفسنا الكوير ده يكبر ويشترك فيه أعضاء من كل بلاد العالم ويمثل المسيح في أماكن اللي فيها الإيمان المسيحي. خريستوس أنستي. النهاردة نشكر ربنا، كان يوم جميل جدا. اجتمعنا أكتر من 170 ممبر من الكوير لسانكير التراست و11 من الأوركسترا. الكوير بتاع سانكير التراست أكبر كوير في الكرازة المرقصية النهاردة، حوالي 170 واحد زائد الأوركسترا من حيث العدد ومن حيث التوزيع الجغرافي. عندنا ناس من ألمانيا ومن إيطاليا ومن إنجلترا ومن فرنسا، فعمل جميل جدا جدا طبعا، نشكر الله عليه. ومباركنا النهاردة الأباء الأحبار الأنبا أرساني والأنبا لوقا والأنبا أنجيلوس، واتشرفنا بوجودنا معاهم. والحقيقة العمل اللي معمول النهاردة دوت من الأعمال النادرة جدا في الكنيسة القبطية، إنها الألحان القبطية مكتوبة بالنوتة وبتتلعب بالشكل الجميل اللي انتم يمكن شفتوا منه جزء. نشكر الله ونشكركم على وجودكم معنا.